طريقة فك السحر، طريقة فك السحر إنما تكون بالأذكار. للأذكار صلة بأن تكون النفس سوية، ولا أرى متنكب الأذكار إلا في ضلال. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وفي صحيح ابن حبان النبي يشبه الذكر بالحصن، فالذي يذكر كأنه تحصن، ونحن مع في معركتنا مع الشيطان نحتاج لحصون. هذا الحصن الشيطان لا يقربه ولا يقدر عليه، والشيطان يلعب بالإنسان، قد يلعب به من الداخل وقد يلعب بماله. للنبي أخبرنا أن من وضع شيئا فقرأ عليه آية الكرسي فإن الشيطان لا يقربه. شك لي بعض الناس قال لا أستطيع أن يكون في بيتي دينار، زوجتي بناتي أولادي من الأمناء من الصادق من الناس الطيبين، لا يوجد سرقة بيننا، لكني لا أجد دينارا في بيتي، كل ما أضع شيء يضيع، والأولاد غير سارقين. قلت هات إناء له غطاء وضع مالك فيه وأشره بين الناس، بين ناس يضعه في مكان عام في البيت، واقرأ عليه قبل بعد أن تضع اقرأ عليه الكرسي. فبعد أيام قال والله كنت في ضنك من العيش، ما أجد معي دينار أشتري خبزا أشتري شيئا، كل ما أضع مال يضيع يفقد. قال هذه الطريقة الحمد لله أنا الآن أنت أبعدت عني الضنك والتعب. فالشياطين يلعبون بالناس، الشياطين لهم مقدرة كبيرة على أن يلعبوا بالناس، ولا يمكننا أن ننجو من شرهم إلا بذكرنا لربنا. فالذكر دواء، والذكر لمصلحتنا. أنا أتمنى على المسلمين أن يفهموا شيئا، إن فهموا رضي الله عنهم وكسبوا خير الدنيا وخير الآخرة، أن يفهموا أن الله عز وجل إنما شرع لنا الشرائع وبعث لنا الرسل وأنزل الكتب من أجل مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا. لا يوجد لك مصلحة في أن تخالف أمر الله، لا يوجد لنفسك مصلحة، همتك ليست همة الرجال، الشياطين يلعبون بك. أما أن كنت رجلا وإن أردت المصلحة الحقيقية لنفسك فالواجب عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل، امتثال أمر الله لصالحنا. فالذي يذكر يترك الصلاة ولا يصلي الجماعة، والذي لا يقرأ القرآن، والذي يترك الأذكار هذا مريض، هذا يفوت خيرا له في الدنيا قبل الآخرة، تضعف عزيمته، تلعب به الشياطين، لا يبقى قويا، يعني هو أمارا على نفسه يتحكم بها وإنما نفسه تتحكم به. فكل الشر والذكر والتلاوة والصلاة، الصلاة التي نصليها هذه لمصلحتنا، أن تتزود بالصلاة، تتزود منها لتستعين بها على مشاق الحياة. فإذا وقع عندك بلاء، وقعت عندك شدة بسبب صلاتك ومناجاتك لربك عز وجل تهون عليك الشدائد. كان النبي إذا أهمه شيء فزع للصلاة. فهذه الأذكار هي العلاج السحر. الشياطين والعياذ بالله يجعلونك تذهب للشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن، فيزيدون البلاء بلاء والمرض مرضا والآفة آفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.